سلام البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، بصحه جيده. لاول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش الضغط على زر الاشتراك والجرس باش تيمسو جديد وجيم. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. غنديروا قريشلات اللي كيجيو فتيين مقطنين غزالين. خليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير اللي عندي هنايا، عندي نص كيلو ديال الطحين ديال الحلوى، عندي الشكلاط التزيين النافع وجنجلان حبه حلاوه، عندي معلقه ونص ديال الزبده ديال العبار بحراره المطبخ، عندي بيضتي بحراره المطبخ، عندي كاس الحليب دافي، نص كاس ديال الماء يكون دافي اللي حتى هو عندي روح احتياطي الا خصنا نزيدوه، عندي جوج معالق كبار ديال الخميره الفوريه اللي يكونوا عامرين ما عندوش ديال المعجونه، عندي سنيده 4 حتى 5 المعالق على حسب الحلاوه، وعندي خماره وحده ديال الحلوى.
الفيديو ديالنا، وهادو هما القريشلات ديالنا او القرص، كيجيو فتيين ومقطنين كما كتشوفوا، كيجيو غزالين لا في المذاق، ريحه السنجلان والنافع. كنتمنى الاعجاب ديالكم.